السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع الفيديو اتحدث وتحس بالسعادة للفيديو ولا تشتركوا في القناة نص كده تميد مشترك وضغط لايك نص كده عبر عن القناة للفيديو. انا مش هاد اسانسير من الكهرباء ومواعي التكاشي بينزل ازاي؟ واو بينزلوا من فوق وتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على يعني تحط الحاجات من ورا التاني. دي نظام زي بتطبع الصحون وكده بتاع شكل دايرة أو شكل حلزون. دي بحط التليفون بيشحن لوحده. دي تليفون هواء بيشحن لوحده. واو بحط ليه من ورا يروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة رقيقة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة أو أي حاجة صمود لغاية مادة لزجة. دي بتنضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي الجديدة نوفا عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة اصرحها عاملة ازاي. مرة روعة حلو. دي تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان زي الواحدة راح كل يوم نزل معايا بص الالوان كلها. دي بص دي نفس زي الاولى دي بص برضه بيعمل بيديه بيعقوله طالع. واو مرة رائعة. واحد عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جاي متغلف او شيل التغليف اللي عليه دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر وزي الحبر برضه دي منتجات لعام معروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات بعمل دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي بقى بتبص اكتب بص ده برضه ولا تلاقيه بص مع الايدي بص مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي كان تاكسي نموت كان في المطارات نموت عارف تاكسي من ده. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتتعمل 4 ثواني. دي بنغلف شنط السفر بنغلفها مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض دي بقى اللي فوق في السقف المعلق او الجبسن بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقلام رصاص او العاب مهنية. دي لسه بقى تتغلف تتحط في قارتين تتغلف على فوق. دي برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لفه على بتاع هيلفه على بقى هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب دي بيض شايل بتاع الواو حط مادة عند الوان حط اخضر واصفر واحمر. واو دي كور تنس صغيرة دي. دي مهزك دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي اشكال بتاعت الورق ديت